السيد المريخ اللي بيصوره لنا اخي بقى ساعتك، وما كانش لابس قميص ده اساسا، هو كان لابس كده، هو كان لابس كده كده خالص، ويمكن ما فيش الجرافات كمان، يمكن كان في تاج شوك زي ما بيقولوا. اخي بقى ساعتك، احنا بنتكلم بقى على السيد المريخ ده، صلبوه علشان اتهموه بالتكتيف. التكتيف يعني اضطراب اطفيان في بلد قيم وقتها زي بلد القيم بتاعتنا. الدنيا هاجت وصارت على الشيخ ابو وفا، لانه قال ان الشيخ ابو وفا، الشيخ ابو وفا قال السجن بلا سيدة لا ولا زي المريخ، المريخ اخي بس عنك يعني الدنيا هاجت وغلط اخي بس عنك، وطلع ما اسموش السيد المريخ ولا السيد الفسيخ ولا السيد، اسمه السيد الفسيخ، اسمه السيد الفسيخ. ليه بقى اسمه السيد الفسيخ؟ ايوه اسمه السيد الفسيخ. ليه اسمه السيد الفسيخ؟ علشان بيطالب باستراء الاطفال السماويه، اللي هو نفسه الحاكم بيقولوا ان هو اتحاكم بالتكليف، بالتكليف يعني استراء اطفال. فهو عايز، مش في الايه بتاعت بتقول كل الذين لا يريدون ان املك عليهم اتوا بهم واذبحوهم اماني. داعش تحط الايه دي براس ثاني، كل الذين لا يريدون أن أملك عليهم آتوا بهم واذبحوهم أمامي. By English: All that don't accept me, let they come and me and hold a knife and kill them because they don't accept me. The Mr. Fisir. The Mr. Fisir. وفسيخ فسيخنا فسخ فسيخ فسيخكم. يقدر فسيخ فسيخكم يفسخ فسيخ فسيخنا زي ما فسيخ فسيخنا فسخ فسيخ فسيخكم. ها؟ مريخ مريخنا مرخ مريخكم. يقدر مريخ مرخكم يمرخ مريخ مريخنا زي ما مريخ مريخنا مرخ مريخ مرخكم. ها؟ فسيخ فسيخنا فسخ فسيخ فسيخكم. يقدر فسيخ فسيخكم.